نرجو من الحضور الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الأمسية الرمضانية الدينية بمناسبة العشر الأواخر لرمضان، والتي تمتلك بمسابقة في تجويد القرآن الكريم وفطور جماعي بإذن الله. وستبتدئ بعد لحظات هذه المسابقة، ونشكر جمعية طلائع الغد لحضورها المتميز، ونشكر السيد بوبوشا شكر جزيل للتضحيات الكبيرة التي يقوم بها والتي قام بها، ونشكر تلامذة مجموعة مدارس أطلس المتوسط كل باسمه، شكرا جزيلا لحضورهم لهذا الحفل، ونشكر المتسابقين الصغار الذين سيكونون بإذن الله مشعل هذه الأمة في ترتيل وحفظ كتاب الله لأهمية القصوى التي يتمتعوا بها. أشكركم مرة أخرى ومرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، كما دأبنا كل سنة على إنشاء مسابقة لتجويد القرآن الكريم، طبعا تحت إشراف المؤسسة المباركة مجموعة مدارس أطلس المتوسط. طبعا هذه العام وجود نكهة ثانية، وهي وجود الجمعية التي أضفت طابعا تنظيميا جميلا جدا. فعلى بركة الله طبعا نفتتح بتلاوات بينات من تلاوة رفيق دربي وأخي وحبيبي الأستاذ الدكتور إن شاء الله سيد عبد الرحمن الوثيقي، فلتبدل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم، ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين
حتى نبعث رسولا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اسم كريم
بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس القوم الذي كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب ننتقل للخامس. تخنيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في الخلق الرحمن قلب إليك البصر خاسئا
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات كباطا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين 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 وعجبنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور Thank you.
سادس ابتدائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. الآن ننتقل إلى المستوى الإعدادي ونبتدئ بالأولى إعدادي بميد وأنصاري. نعم.
الاسم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشروا بعذاب أليم صدق الله. ثانية أهلالي يلا حصل أهلالي طيب الزرار أمس اسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Thank you.
اسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. قاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إلى أمر الله فإن
الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. إذن النتائج التالية بالنسبة للمستوى الإعدادي: المرتبة الأولى طبعا تلميذة يسرى العمراني، المرتبة الثانية عادة لحفصة العامري، ثم المرتبة الثالثة لحمزة الأنصاري. طبعا هذا لا يعني أن البقية كانت أصواتهم رديئة أو أن تطبيقهم لقواعد التجويد كان ضعيفا، على العكس فإننا وجدنا صعوبة في الفصل بين العناصر، وهذا يدل طبعا على شدة المنافسة. بالنسبة للابتدائي، المرتبة الأولى عادت لآدم الطاهري، المرتبة الثانية ميسون الحمدي، المرتبة الثالثة محمد مغراوي. بعض الملاحظات التي أبديتها طبعا على من وقع فيها، أهمها انقطاع في الصوت، وهي أن القارئ يقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد كمل وينقطع صوته. لا، أنا دائما أقول للتلاميذ المرحلة الأولى نبات على النون المشددة والميم المشددة، قلت أن لا بد أن نعطيها حركتين، كذلك المد الطبيعي لا تجاوز في حركتين، ودائما نقول ونكرره إنما سمي مدا طبيعيا لأن الإنسان الطبيعي الذي ليس به عيب خلقي ينطقه حركتين. دائما نقول لكم مثلا جملة عادية، نقول مثلا خرجت من المدرسة وركبت في السيارة وذهبت إلى العمل، فإذا قرأت مثلا خرجت من المدرسة وركبت في السيارة، فطبعا هذا تقول من الأستاذ لما الشخص كان في هذه الطريقة أو صلى الله عليه وسلم كان به تأتأ في كلامه قال في شأنه، هذيك تسمي الطبيعي، طبيعي الإنسان طبيعي يقرأ أو ينطق حركته. الوقت في الابتداء طبعا هذه مرحلة شوية متقدمة نوعا ما، لكن تنبه على شيء شوية، علاش؟ لأنها تفيد في بيان المعنى. وقت الابتداء يظهر فيه طبعا فقه القارئ
فهمه لمعاني الآيات، يعني أين يقف وأين يبتدئ الأمر. أستاذ كريم العلي حضرت. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لشرف لنا أن نجتمع في هذا المجلس المبارك في هذه الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان، عسانا نلتمس فيها ليلة ومن التمسها وأدركها فكأنه عبد الله عز وجل مقدار ألف شهر، والذي يقدر بالعملية الحسابية ب83 سنة. ومما أمرنا يعني اقتداء نبينا صلى الله عليه وسلم أن نغتنم فيه يعني الالتماس الأجر في هذه الأيام العشر تلاوة القرآن. والقرآن كما تعلمون معشر التلاميذ والتلميذات والأساتذة والأستاذات والطاقم الإداري وأعضاء بعض الجمعيات مما سمعتم عن الأستاذ الفاضل قال أن الجمعية جاءت مشكورة لمساندة هذا العرس القرآني. تلاوة القرآن ليست بالأمر الهين، لها ما لها من أدبيات ولها ما لها من الأمور التي يجب على كل واحد منا أن ينضبط به. ومن وأعلى هذه الأمور أن يتخلق الإنسان يعني ويتحرك بما يتلوه، وأن يرتقي من درجة أن يتلو كتاب الله عز وجل إلى أن يتدبر يعني القرآن الكريم إلى المرتبة الأخرى، وهي أن يتحرك يعني بكتاب الله عز وجل. فمن قال لي منكم أو منكن إنني تلوت القرآن، أقول له ما تلوتي أو ما تلوت القرآن، إنك إذا تلوته تدبرت معاني. وإذا قلت لي بأنك تدبرت القرآن، أقول لك ما تدبرت القرآن، لأنك إذا تدبرته عملت به. وإذا قلت لي إنك عملت بالقرآن، أقول لك ما عملت بالقرآن، لأنك إذا عملت أو عملت بالقرآن فإنه يظهر في سلوكك يعني يعني في حركاتك وسكناتك اقتداء يعني واتساء واهتداء بنبيك ونبينا صلى الله عليه وسلم، التي قالت فيه أمنا عائشة رضي الله عنها أن لما سئلت عن خلقه قالت كان خلق القرآن أو كان قرآنا يمشي بين الناس. إنه لشرف لنا أن نحضر في هذه اللجنة يعني، ونحن أحوج إلى من يحتكمنا نمثل بين يدي لجنة تحكيم لنقوم قبل أن نقوم يعني، ولكن هذا ما اقتضى الحال به يعني، وهذه هي طبيعة الموقف يعني. فاعذرونا ونستسمحكم إذا تجرأنا إلى هذا المقام باعتباره مقام أعلى منا حقيقة، إذا قلنا هذا باب الصبغة المسبوغة أو الكلام المسبوغ بصبغة يعني التواضع، لأن من تواضع لله عز وجل رفع كل ما عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لتوزيع الجوائز غالبا يكون بعد الإفطار إن شاء الله تعالى، صافي؟ بالنسبة لتوزيع جمعنا بنص المرتبة الثانية. قلنا الإحسان العمري تيمو عبد السلام الحزان تيمو.
Thank you.